الفنانة اللي لسه لغاية دلوقتي ما اشتغلتيش معاه ونفسك انك تشتغلي معايا من ده؟ كتير قوي. بس لسه اشتغل مثلا مع أستاذ عادل إمام، لسه اشتغل معاه جدا. بندم اني ما اشتغلتش مع أستاذ أحمد زكي لما رشحني في الفيلم بتاع حليم. جد ندمانة ندمانة برضو على مسلسل عمر الشريف. يعني بصي أنا ضيعت من إيدي حاجات حقيقة، أنا غبية. هل كانت قلة خبرة إنه أنت رفضتي؟ طبعا غبية جدا، عيلة صغيرة. ما أنت بقولك إيه، فرحانة مثلا دور مثلا بنت شقية، مش بس إن الدور ده مثلا هيعمل لي حاجة تانية، ما عنديش خبرة برضو يعني، ما عرفش فهماني. حابة أشتغل مع يعني اللي هم الجام بريمير، اللي هم الولاد الصغيرين، مش عايز أشتغل مع الجراند. فدماغي برضو ما كانتش جايباني، فاهمة؟ أنا برضو غلط. لكن في ناس كتير قوي عايز أشتغل مع أمير كرارة، عمرو يوسف، طبعا سقا تاني، عز، كريم، طبعا كل ناس. نفسي أشتغل مع ياسر ياسين قوي، خصوصا بعد مسلسله الأخير. أنا بشوفه ممثلين جامدين جدا، ياسر ياسين. في ناس كتير قوي يعني، مش عايز أنسى حد عشان برضو ما حدش يزعل مني، أنا لسه ما اشتغلتش مع حد. رمضان، محمد رمضان، يعني في ناس كتير. يمكن كان عندك تجربتين في رمضان، حب عمري ولما كنا صغيرين، والدورين يمكن مختلفين تماما يا منى. فردود افعال الناس على ادوارك انت تحديدا في العملين؟ بصي انا لما كنا صغيرين انا كنت ضيفة شرف، يعني ما بعتبروش دور يعني. ولكن انا كنت حابه دوري في حب عمري جدا، لانه دور انساني قوي وحقيقي. يعني البنت اللي بتحب قوي، اللي بتدي، ممكن تخدم، انها ممكن تعمل اي حاجه، ما عندهاش ثقة قوي بس بتدي فرصة ان الناس انها تثق، بتحب البيت، بتحب أهلها، بس حقانية، يعني سيدة اعمال كده. يعني حب عمري يعتبر كان كمان بطولة انت وهيثم شاكر، فشايفة انه كانت مسؤولية صعبة؟ ردود الافعال جت مرضية بالنسبة لي كمان؟ بصي انا بالنسبة لي انا ما بعمري ما بصيت للبطولة الاولى دي، فاهماني؟ يعني طبعا الواحد نفسه، ولكن ارجع اقول لك انا يهمني في الاخر دوري، الناس هتحبه، الناس اللي انا شغاله معاها. اصل انت عمرك ما هتنجحي لوحدك، لازم تبصي للي معاكي، البوكيه. انت معاكي بوكيه وهو ده اللي هينجحك، لكن البني ادم يبقى اناني، انا عايزه عمري ما هنجح. انا ممكن انجح اللي معايا ده ينجحني، او اللي هي معايا دي هتنجحني، هترفع مني، واللي بيمثل قدامي ده هينجحني، او اللي قدامي هي هتنجحني. فما هي بتبقى كيمستري على حسب. أول مرة اشتغل أنا وهيثم مثلا، أول مرة اشتغل أنا وميدو عادل، أول مرة اشتغل أنا وسهر الصايغ، أول مرة اشتغل أنا وريهام حجاج، خالد نبوي أنا اشتغلت معه طبعا، يعني كلهم فهماني. بس هي بتبقى كيمستري، يعني مثلا أنا وخالد اشتغلنا مع بعض فعارفين طريقة بعض في الشغل، فخلاص يعني فاهم، هو فاهم طبعي أنا فاهمة طبعه. ريهام لطيفة جدا في اللوكيشن، هيثم ملتزم، ميدو شاطر جدا، سهر فنانة جميلة جدا وشاطرة. يعني كل واحد انت لازم تجربي. انا كممثلة لازم اشتغل مع كل الناس وهتعلم منهم، يعني يبقى في بيننا وبين بعض كده زي ما تقولي ايه، مسابقة، نشتغل مع بعض، وده اللي بيطلع الموضوع شكله حلو في الاخر. رأيك في عمل سيرة ذاتية عن قصة حياة الراحل أحمد زكي هيقدمها محمد رمضان في مسلسل الإمبراطور، إيه رأيك فيه؟ ولو اتعرض على منا دور في المسلسل ده تختاري دور مين تقدميه؟ بصي أنا حتة إن أنا أعمل دور في المسلسل، أنا مقدرش أعمل شخصية أساسي في المسلسل. يعني ليه؟ لأن في زميلات مروا بالتجربة دي وما نجحوش. أنتي صعب تقدمي شخصية، يعني مثلا احمد زكي صعبه جدا على فكره، انا بحسه صعب زي سعاد حسني بالظبط، صعبه جدا. فاتن حمامه صعبه جدا، يعني انا بصي انا بعشق فاتن حمام، بحب ناديه لطفي، بحب سعاد حسني جدا، يعني كان نفسي مثلا اعمل افلام ليهم، بس مش اعملها بتقليد لناديه لطفي او لسعاد حسني او لفاتن حمامه، لا اعملها بشكلي انا. زي ما جيت عملت ملكه فريده في مايك فاروق، انا ما شفتش ملكه فريده بس اشتغلت على نفسي كمان، ازاي تبقى ملكة، ازاي تبقى بتتعامل مع الناس. قريت عليها، حاولت ان الصورة تطلع للناس زي ما هي مكتوبة في الكتاب، بل بالعكس احلى، بالنقاش طبعا مع دكتورة لميس جابر يعني واستاذ حاتم علي. فكان في توليفة كده لازم الواحد يبقى، هي
لازم تبقي عندك برضو رؤية، تمام؟ لكن حتى انك تعملي سيرة ذاتية دي سلاح ذو حدين، ممكن ينجح ممكن لا. شايفة انه المسؤولية كبيرة على محمد رمضان، تقوله ايه؟ لا، محمد ممثل قوي جدا وشاطر ما شاء الله، لكن انا ما اقدرش ان انا اقوله، انا اقوله جود لك، ربنا معاك ووفقك ان شاء الله، وهي مسؤوليه ان شاء الله يبقى قدها باذن الله. منا احنا يمكن انا عارفه ان انت برضو ما بتجريش ورا الترندات خالص، يمكن مش جوي ابدا. انا عايزه اقول لك، انا بلاقي حد صحفيين يكلمني، منا ده انت طلعتي ترند من يومين. قلت له بجد؟ ليه؟ على ايه؟ مش عارف. قاليش انا في الكلام ده خالص. لا خالص. شوفي مثلا تصريح زي تصريح يوسف الشريف ازاي، فكره انه عدم التلامس مع الزميلات والكلام ده، بتشوفي ازاي؟ والله انا بحترمه جدا، مش وحش على فكره، بالعكس انا بايده. وعلى فكره اسر ياسين طلع برضو ايد نفس الكلام، مش عيب. وانت مش لازم على فكره، كل اعمال يوسف الشريف ما فيهاش اي ملامسات، مش حاجه وحشه. يعني انت بتعملي دور وبيطلع بيحب وبيطلع مش عارفه ايه وبيطلع، هي مش شرط ان انت تبيني تمسكي او تعملي، هو حر. وفي نفس الوقت هي مش شرط انها كمان تكون حاجه وحشه، مش شرط. بس كل فنان وليه طريقته واسلوبه في الشغل، فاهماني؟ بلس انه انا مثلا كمان مش هاجي النهارده اقول لك انا ضد ان حد يمسك ايدي، او لا انا بتكسف وبتاع. إيه، انت عرض وطلب، ولكن انا مش ضده خالص، بالعكس. خرج يمكن منه برضو ظاهرة تانية او حملات تانية ضد التحرش، بتشوفي ده ازاي؟ والله يعني قريت، بس انا مش فاهمة وحصل ايه عشان يقولوا كل ده. يعني انا مش لا، هي حاجات عامة ملهاش علاقة بالمجال الفني، لكن هم بيتكلموا يعني يمكن اللي قادت الحملة دي رانيا يوسف، فكرة انه يكون ضد التحرش، لانه الناس بتخش ممكن تكون بتتحرش بها لفظيا على في المسجات مثلا في الامبو. انا تعرضت لده كتير، انا بريح دماغي بعمل بلوك. انا كنت الاول باخد سكرين شوت وراح منزلاه، فلقيت انه برضو مش يعني مش لطيف برضو، يعني اخد لفظ مثلا مكتوب او مش حلوه برضو، يعني مش حلوه ليا، فاهماني؟ بس هي موضوع التحرش ده بقى انا ما اعرفش هل هو موجود دلوقتي ولا ايه، يعني يمكن ما عنديش فكره. بس هي ظاهره سيئه، سواء حتى باللفظ او بالملامسات عامه، يعني مش ما اعرفش ليه الناس تفكيرها بقى كده. يعني المفروض احنا في 2020 يا جماعه، وناس متعلمه وخلاص، في وعي وفي انترنت، والمفروض يبقى عندكم فكر. ليه احنا بنوصل ان احنا نكتب الفاظ مش حلوه؟ اما انت بتسيء لنفسك على فكره. يعني انا بلاقي مثلا لما يبقى راجل مثلا يكتب لوحده كلمه مش حلوه، طب ما انت حد كده، انت بتهين نفسك اصلا، انت بتهزق نفسك اصلا. لو انت راجل فعلا واهلك فعلا ربوك كويس، عمر ما هيطلع منك لفظ مش محترم، عمرك. زي الستات برضو الاقيها محجبه وتكتب، طب انت محجبه ازاي؟ انت بتقولي الكلام ده ازاي؟ انا ببقى مش مستوعبه. في ناس كنت برد عليهم ف بيستجيبوا بصراحه، بيعتذروا، ولكن انا مش عايزه تخشوا في المجال ده، ان انتوا تعرضوا نفسكم ان ممثل او ممثله تقول لك انت ليه بتعمل كده، او ممكن ممثل يبقى لسانه طويل يشتمك. طب انت ليه بتجيب اللوم لاهلك، ولا الشتيمه لاهلك، ولا لاولادك؟ فهماني ليه؟ ما عندك كلمه حلوه قول، ما عندك شيء احتفظ بيها لنفسك. انت تغيرتي كمان يا مان، يعني كنت زمان بتقعدي تردي على الفانز، ولو حد قال حاجه بتردي عليه، اتغيرتي ده تماما صح؟ والله عايز اقول لك وقتي بقى غريب جدا ضيق، عندي حاجات كتير قوي بعملها في اليوم. ما اعرفش، حتى السوشيال ميديا بقيتش اخش عليها كتير قوي زي الاول، ما اعرفش. ممكن الاجواء اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، الظروف اللي البلد بمر بيها، احنا مرض الكورونا، لقيت ان الحياه قصيره قوي والله العظيم، وان الواحد بيموت في ثانيه. مش عارفه ايه حكمه اروح منزله كل يوم صوره، كل يوم اكلم الناس. فقلت طب وبعدين؟ طب انا ممكن الوقت ده استفيده مثلا مع امي، يعني حاجات مش موجوده، ربنا يديها الصحه يا رب طول العمر. يعني فاهم نظرتي للحياه اختلفت شويه، مش عقد على فكره، ولكن الواحد مش عيب انه برضو يبص لنفسه الاول ودلوقتي والدنيا بقت عامله ازاي، وان هو
يبقى متصالح مع نفسه عامة. أنا الحمد لله يعني الحمد لله بحمد ربنا على حاجة جوايا أنا، ويمكن دي أمي ربتني عليها وجدتي، إن أنا أكون متصالحة مع نفسي، مبصش لغيري، ماليش دعوة مين معاه إيه، مين بيتعمله إيه، ربنا يسهل الجميع. ولكن دايما ببص إنه ممكن يكون حد مثلا ما يصلحش فجأة بقى يصلح، فلما تدي فرصة لحد ما يصلحش واللي يصلح انت مقعده في البيت او ملوش اي قيمة، لا دي حاجة تحزن يعني. انا بزعل، كنت عايز اعمل اكل على فكرة، عايز اعمل، لا كنت عايز اعمل عربية كده، بس عايز اعمل اكلات معينة بس ابقى متخصصة فيها انا، بس حتى اقول هقف على العربية، ما انا مش هآمن لحد برضو يقف، ممكن ما يغسلوش الاطباق عشان خيبك، انا وسوسة جدا، فبقعد احسن مش منظر اقف اعمل اكل في الشارع الناس تقول عليا ايه، عارفة دماغي برضو مش جايباني. وعندي حد غالي عليا قوي يعني قال لي انت هتفهمي في ده، مش هتفهمي هتقفي على العربية، قلت له لا مش هقف اجيب حد، قال لي طب ما عملتي ايه عشان تتابعي شغلك ولازم انت تبقي موجود، فقلت لا خالص. فقلت انا كل الاحوال الحمد لله احنا مستورين، فاذا الدنيا مشيت ما مشيتش ممكن تلاقيني في اي وقت اعتزلت. يعني ايه موضوع الاعتزال؟ كل شويه بنسمع ان حد بيعتزل، حد بيسيب المجال، ايه يعني ايه اللي حاصل بيخلي الناس توصل لكده؟ يمن ممكن زهق، ممكن تكون ناس مظلومه. شايفة انك انت مظلومة؟ طبعا اتظلمت كتير جدا، هو انا لغاية دلوقتي يعني ما بقتش فاهمة ايه السبب برضو، يعني قعدت اقول ايه، هل انا ممثلة مش كويسة ما بعرفش امثل؟ يعني لو ده موجود فيا اصلح من نفسي مش عيب برضو، فهماني؟ هل انا مثلا مش حلوة ف يعني مش جايبة مع الناس، ما ينفعش ابقى فيديت؟ فقلت في ناس برضو مش شكلها مش حلو بس ناجحه برضو، تركت يعني اصل الجمال يا جماعه مش كل حاجه، ما انا بكره ممكن ابقى احسن واحده واجمل واحده في الدنيا بعمليات تجميل يعني عادي جدا. الحمد لله انا لسه ما لعبتش في شكلي، يعني في ناس بتقعد تقول لي انت كبرتي، ايوه طب انا كبرت على فكره وانا هخلل، كلنا كبرنا، مش فاهمه اعمل ايه. طيب بس اكتشفت ان في ناس بتحب الميك اب قوي، حبوا النفخ قوي، انا مش عارفه اعمل ده. وانت ما غيرتيش اصلا اي حاجه يعني في شكلك من ساعه ما عرفتك؟ يا بصي انا مش عارفه اعمل ده حقيقي، يعني مش والله مش قصدي اسيء لبني ادم، في ناس ممكن تكون زي حلا شيحه طلعت قالت انا ندمت اني عملت، فاهمه؟ انا اخاف اعمل ده، شكلي يتغير ممكن الناس ما تقبلنيش، اصل انت لما بتلعبي في شكلك عمرك ما هترجعي زي الاول، فاهماني؟ هيجي وقت واعمل ده بس اكبر يعني كمان رياكشن، يعني كمان حتى ردود افعالك في التمثيل ما بتبقاش باينه، الرياكشنات ما بتبقاش باينه، يعني هتضحكي ازاي؟ يعني انا بضحك لازم اضحك، انا ضحكتي معروفه لازم اضحك جدا، فانا بلاقي اللي بيعملوا دول بلاقي بيضحكوا كده، طب وليه انا اعمل في نفسي كده ليه؟ مش عارف. فربنا خلقك حلوه وحشه بس اكيد ليكي كاريزما سبحان الله تعالى. انا ممكن اغير في شعري، اقص شعري، اصبغ شعري، اخس، اتخن، يعني كده اغير في الميك اب، فماني اغمق، افتح، البس عالي، البس واطي، ده الطبيعي النورمال بتاع اي بني ادمه طبيعيه في الحياه، ولكن وشي معالم جسمي دي لا يمكن. خسيت في ناس ما تقبلتش ده، انا فاهمه، ولكن انا كده احسن والله، واي حد تخين يا جماعه احسن انه يخس والله، يعني صحيا انا ماما كانت خاسه وبعدين لما رجعت تتخن تاني اثر على ركبها، انت خلي بالك التخن بيبقى خطر جدا على اللونج ران، بتعرفيش تتعاملي بتتعبي، فالحق نفسي دلوقتي الاكل مش هيفيدني كتير، كلي بس مش طول الوقت زبده، ماما طول الوقت تخش تقول لي زبده قشطه مربى، تقول لي بصي الكولاجين كله والنفخ كله من الزبده والقشطه، انا نهار اسود مش عايزه هيقتل ده هيدمرني، انا مش عايزه بس باكل، يعني خلاص انا جسمي يسمح ان انا اكل دلوقتي بس مش كل يوم،
يعني شوية شوية. الفنانة الجميلة منة فضالي، أنا بجد بشكرك يا منة وسعيدة جدا باللقاء ده، يمكن من أقرب اللقاءات لقلبي. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه بشكل شخصي. وأنت عارفة أنا بحبك كمان، يا ميوشة أنت عشرة عمر. ارسي يا حبيبي، نورتي.